السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطورات الحالة الصحية للإعلام توفيق عكاشة بعد نقله للعناية المركزة. خليكم على ما نشوف الخبر، اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصله كل جديد. قال الإعلام توفيق عكاشة إنه يعاني من التهاب شديد وحاد في الأمعاء كلها إلى جانب حصوة كبيرة في المرارة، مشيرا إلى أنه لن يتمكن من إجراء أي جراحة سوى بعد زوال الالتهابات التي يعاني منها. وأضاف عكاشة في تصريحات خاصة لجريدة الوطن: قد يكون هناك اشتباه أورام في الاثنى عشر، إلا أن ذلك لن يظهر إلا بالتحاليل بعد أخذ عينة بالمنظار، لافتا إلى أنه يعانى أمس من حالة هبوط شديد بسبب عدم تناوله الطعام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وكان الإعلام توفيق عكاشة قد نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال قضاء أجازته الصيفية في الساحل الشمالي بصحبة زوجته الإعلامية حياة الدرديري ونجله إبراهيم، ودخل إلى غرفة العناية المركزة اليوم 19/28/21. شفاه الله وعافاه، يا رب يشفي كل الناس كلها يا رب. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.